وهدف سوري جميل جدا، وهدف رائع مع ارتقاء ممتاز من أحمد شطة وتقدير خاطئ من حارس المرمى الياباني ومن دفاعه ممتاز. أحمد ارتقى بين الدفاع وحارس المرمى جينوزا وتفوق على الدفاع وعلى الحارس وقلص الفارق مجددا 4-3. وسوريا تبدأ الشوط الثالث كما فعلت في الشوط الثاني تسجل أولا، ونتمنى أن يبقى الفارق ضئيل وأن يحاول منتخب سوريا يعني أن يظهر بمظهر جيد من خلال مشاركته الأولى، وبالفعل حتى الآن يقدم أداء راقي ويجاري بطل آسيا، يقدم أداء وكأنه فريق متمرس يعني على هذه اللعبة. المنتخب السوري الذي يشارك لأول مرة في البطولة بشكل رسمي لكنه يظهر أداء متميز، وهذه لعبة جميلة الألعاب التي تمتاز بها كرة القدم الشاطئية، لكن كما قلت يعني الفارق كبير وواسع بالنسبة لمستوى البطولة الآسيوية ومستوى البطولة العالمية أو البطولة الأوروبية وأمريكا اللاتينية. كرة باتجاه حارس المرمى جينوزا، لكن أعتقد أنه يعني على الفرق العربية أن تستغل التقارب في المستوى في البطولة الآسيوية وأن تحقق اللقب والتأهل لكأس العالم قبل أن نشاهد يعني كما شاهدنا في كرة القدم الآسيوية مؤخرا التفوق الياباني والكوري والأسترالي بشكل واضح والابتعاد بالمستوى عن فرق قارة آسيا وخاصة عن فرقنا العربية. أعتقد أنه يعني دائما اليابان جاهزة في كل المجالات الرياضية، وربما يعني خير دليل على ذلك أنها بدأت بالبطولات بالمشاركات بتحقيق الوصافة، وأخيرا في البطولة الماضية هي من حقق اللقب، وأعتقد أنها إذا أصرت يعني ستواصل الابتعاد عن الفرق الآسيوية لتصل إلى المستوى العالمي. فلذلك علينا يعني أولا علينا أن نعمل كي نبقى قريبين، وأيضا يعني نحاول أن نستغل هذه الفترة التي تتواجد فيها اليابان قريبا منا قريبا من مستوانا. يعني لاحظ المنتخب الياباني البطل ومتأهل 4 مرات كأكثر فريق متأهل عن آسيا يواجه منتخب يشارك لأول مرة في البطولة، ومع ذلك يحرجه بشكل واضح. حتى الآن المنتخب السوري يحرج المنتخب الياباني بهذه النتيجة المسجلة 4-3. طبعا إذا حصل التعادل بين الفريقين يلجأ إلى التمديد، التمديد يكون بوقت إضافي من خلال وقت قصير أعتقد 2 دقيقة فقط، وإذا ما استمر التعادل يلجأ إلى ركلات الترجيح، لكن ركلات الترجيح يعني تحسن بطريقة مختلفة عن كرة القدم، يلعب ركلة بركلة، إذا أضاع فريق وسجل فريق تحسم المباراة مباشرة، من يضيع يعني ويسجل الفريق الآخر تحسم المباراة، وهناك فرصة سورية لتسجيل هدف جديد جميل الكرة وذكية في اللقطة الماضية من علي سليمان، لكن حارس المرمى جينوزا كان متيقظ وكان يعني لم يبتعد كثيرا عن مرماه، بالتالي وصل الى الكره الماضيه. محاوله يابانيه على الناحيه اليمنى، ماكينو يعيد الكره باتجاه حارس مرماه جينوزا تمريره اماميه. طبعا ينتظر اللاعب الياباني التبديل، ينتظر الدخول عوضا عن توما، يرفع رقم زميله كما هو الحال في الكرة الطائرة. هذه فرصة خطيرة للمنتخب السوري لكن الكرة ضاعت، تمريرة طويلة، ومحمد نصيف في الكرة الماضية محمد نصيف كان عانى يحاول، ولكن كرته تبتعد خارج الملعب وتحول إلى ركلة مرمى، لكن أداء سوري حتى الآن متميز والنتيجة دليل على ذلك 4 أهداف يابانية مقابل 3 أهداف للمنتخب السوري. نتيجة هذا الشوط حتى الآن سوريا تقدم بهدف دون مقابل. علي سليمان في وسط الملعب، علي سليمان يحاول مراوغة لكن الدفاع الياباني بخبرته يقطع هذه الكرة عن طريق أودا، والكرة تطول لكن قبل أن تخرج يرتمي عليها الحارس جينوزا، الحارس الذي يلعب على حساب الأساسي توروكينا. كرة طويلة زائدة في أيدي جينوزا، السوري يبحث عن التعديل، بينما هذه بعض الجماهير القليلة جدا الحاضرة جمهور ياباني، وهنا كرة خطيرة وفرصة وهدف خامس للمنتخب الياباني. المنتخب الياباني صاحب الخبرة يسجل عن طريق أودا، يسجل اسمه في لائحة الهدافين في هذا اللقاء أودا. 5 أهداف لليابان، 3 منها كان لتاكاي، بينما أهداف المنتخب السوري جاءت عن طريق حارس المرمى عمر عقيل الذي سجل أول أهداف المنتخب السوري، أول أهداف سوريا في تاريخ مشاركاتها
في البطولة، ثم بعد ذلك وكان هدف جميل جدا طبعا، أجمل أهداف اللقاء أنه مباشرة من حارس المرمى إلى المرمى الآخر. بعد ذلك سجل زميله علاء أرناؤوط من ركلة جزاء، وفي هذا الشوط سجل أحمد شطة، وهنا محاولة خطيرة لكنوزا يتألق يتصدى لتصويبة جميلة للمنتخب السوري يحولها إلى ركلة ركنية. 7 دقائق متبقية في عمر اللقاء في شوطه الثاني. طبعا هذا إذا ما استمرت نتيجة بفوز وتفوق أحد الفريقين. كرة خطيرة المنتخب السوري وفرصة كانت كبيرة لعمر نجار، لكن مرت الكرة عليه وتحولت سريعة للمنتخب الياباني الذي يضيف هدفه السادس. وواضح أن المنتخب الياباني الآن يريد حسم المباراة بعد أن شعر بأنه المباراة بقيت متقاربة. نتيجة 4-3 كانت غير مطمئنة. مباشرة يضيف هدفين متتاليين، وتاموتشي أو ياموتشي يسجل هدفه الأول في هذا اللقاء. ياموتشي اللاعب رقم 10 استغل اندفاع اللاعبين السوريين، طبعا كما قلت ربما نقص الخبرة والاندفاع كان وراء ترك المنطقة الخلفية خالية، استغل ذلك ياموتشي وسجل هدف ياباني جديد سادس. تبديل الآن خروج علي سليمان ودخول أحمد قرطاش. 4 لاعبين علاء أرناؤوط وعمر نجار أحمد قرطاش وسمير فيوض موجودين على أرضية الملعب بالإضافة لحارس المرمى والكابتن كابتن الفريق كابتن المنتخب السوري عمر عقيل والخماسي الموجودين حتى الآن. الخماسي الموجود على أرضية الملعب من جانب المنتخب السوري عمر عقيل حارس المرمى، سمير فيوض، علاء أرناؤوط، عمر النجار وأحمد قرطاش. الكرة تذهب بعيدة عن مرمى جينوزا. نجار يقطع الكرة، عودة إلى قرطاش أحمد اتجاه عمر عقيل اتجاه كابتن الفريق. تمريرة طويلة باليد مباشرة مشتركة تعود يابانية خطيرة لصاحب الهدف الثالث ياموتشي. تصويبة يتصدى لها حارس المرمى عمر عقيل يبعدها إلى ركلة ركنية. النتيجة 6-3 وحتى الآن النتيجة تتكرر في كل الأشواط، هدفين لهدف، لكن فرصة كبيرة للمنتخب الياباني. ياموتشي يسجل المرة الثانية على التوالي ويوسع الفارق، لكن الكرة اصطدمت بالعارضة وتحولت خارج الملعب. علاء أرناؤوط صراع قوي، المنتخب السوري في كل شوط يسجل هدف، المنتخب الياباني في كل شوط يسجل هدفين حتى الآن. هل ينجح المنتخب السوري في تسجيل هدف ثاني؟ علاء أرناؤوط في الناحية اليمنى، الخبرة اليابانية حتى الآن والمهارة اليابانية تتفوق المنتخب السوري الحديث العهد في هذه الرياضة، لكن مشاركة جيدة أعتقد أنه ستوفر جرعة قوية من الاحتكاك للمنتخب السوري خاصة في مواجهة منتخبين من المنتخبات القوية جدا في آسيا، اليابان وإيران كلاهما متميز، كلاهما نتائج كبيرة في البطولات السابقة. إيران وصلت إلى كأس العالم 3 مرات فقط، غابت في النسخة الماضية حققت المركز الرابع، بينما في النسخ السابقة 3 مرات جاءت في المركز الثالث. كرة سورية وتسويقة قوية جدا من محمد شيخ أحمد، لكن كرته بعيدة عن المرمى. محاولة مطلوبة والمنتخب السوري يبحث لا زال عن هدفه الثاني في هذا الشوط والرابع في هذا اللقاء. مع اقتراب المباراة من نهايتها نلعب في آخر 5 دقائق، تبقي أمامنا 5 دقائق على نهاية هذه المباراة، واليابان يعني سيفوز على ما يبدو في النهاية لأنه الفارق 3 أهداف، فارق كبير. نظرنا إلى أن المنتخب السوري خلال الشوطين ونصف تقريبا سجل 3 أهداف، بالتالي من الصعب تسجيل 3 أهداف في أقل من 5 دقائق، لكن مع ذلك تبقى كما قلت المشاركة ممتازة والمستوى أعتقد أنه طيب جدا خلال أول مشاركة وأول ظهور لمنتخب سوريا لكرة القدم الشاطئية. ولاعبين متميزين والأجسام قوية واضحة للاعبين السوريين، وهذه ميزة ممتازة على أرناؤوط، وإن كانت الخفة أيضا يعني ميزة في هذه اللعبة في هذا اللون من الرياضة، لكن إذا كان لديك جسم قوي وخفة أيضا فهذا امتياز كبير. تصويبة يابانية جميلة جدا تصطدم بالقائم الأيسر لمرمى عمر عقيل وتحول مباشرة إلى رمي التماس. قلت إذا ما نظرنا بالمقارنة لأجسام اللاعبين السوريين والبناء الجسماني للاعب السوري مقارنة باللاعب الياباني والتفوق السوري، لكن الرشاقة والخبرة في صالح المنتخب الياباني والمهارة. كرة على الناحية اليسرى، المنتخب السوري يعني لم يقصر في هذا اللقاء، قدم أداء متميز حتى الآن.
وعمر عقيل مباشرة على الكرة باتجاه زميله علي سليمان. علي سليمان يحتفظ بالكرة إلى عمر عقيل، عمر إلى علي، والكرة طبعا فيها تجاوز للوقت القانوني، فيها خطأ لمصلحة المنتخب الياباني. مخالفة لمصلحة المنتخب الياباني، وفرصة الآن للمنتخب الياباني إضافة هدف فيما أجري التبديل في صفوف المنتخب السوري. محمد نصير كنعان، بينما المنتخب الياباني يستعد لتنفيذ المخالفة، تصويب الكرة عن طريق تاباتا صانع الهدف الثاني لزميله تاكاي. تاباتا يستعد للتسديد، فرصة جديدة للمنتخب الياباني من أجل إضافة هدف سابع. كرة قوية في الشباك، هدف سابع للمنتخب الياباني. إذا المنتخب الياباني لأول مرة في الشوط الثالث يسجل ثلاث أهداف بعد أن احتفى في كل شوط بهدفين. الشوط الأول سجل هدفين، الشوط الثاني سجل هدفين، هذا الشوط الثالث يسجل ثلاث أهداف ويثبت عدقوته وجدارته للفوز في هذه المباراة. تصويبة قوية في المنتخب السوري، يكفي حتى الآن تسجيل ثلاث أهداف، هدف في كل شوط. مع الدقائق الأخيرة من اللقاء، محاولة سورية تصويبة قوية، كرة على الناحية اليمنى لمصلحة أحمد شطة، الكرة طالت عليه وجينوزا حول الكرة مباشرة لمصلحة المنتخب الياباني. الكرة في الناحية اليمنى للمنتخب الياباني المتفوق مع هذه الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بنتيجة 7 أهداف مقابل 3. نذكر أن اليابان هي حاملة اللقب وهي الأكثر تأهلا من فرق آسيا، يعني نهائيات كأس العالم 4 مرات تأهلت في كل النسخ الماضية. بينما المنتخب السوري يظهر لأول مرة في هذه البطولة ويسجل الآن هدفه الرابع بطريقة رائعة، والنسبيات التهديفية ترتفع في الشوط الثالث والأخير. سوريا سجلت للمرة الثانية لأول مرة في شوط واحد، لمسة رأسية ممتازة من محمد نصيف كنعان يسجل بها هدف أول شخصي له في هذا اللقاء وهدف سوريا الرابع في هذه المباراة. بالتالي النتيجة تقلصت إلى 7 أهداف لليابان 4 لسوريا. نتيجة أقول طيبة للمنتخب السوري على الرغم من التفوق الياباني الواضح يعني أداء ونتيجة، لكن كما قلت يعني فريق حديث العهد في هذه الرياضة المنتخب السوري كرة القدم الشاطئية وفريق متمرس هو المنتخب الياباني. كرة بعيدة محمد نصيف، أقل من 3 دقائق، 2.5 على النهاية، مستمر تفوق المنتخب الياباني، والمنتخب السوري لا زال يقاتل، لا زال يعني يأمل في تسجيل مزيد من الأهداف وهذا طيب جدا. وكما قلت هي جرعة احتكاكية ضرورية للمنتخب السوري عموما يعني تقليص الفارق هام، لأنه ربما يعني يتأهل كواحد من أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث، لكن المنتخب الياباني لا يمنح المنتخب السوري الفرصة لاحتفاظ بفارق قريب لأنه يسجل المرة الثامنة في هذه المباراة 8 لليابان 4 لسوريا، والهدف عن طريق ماكينو. أهداف كثيرة وشهية اللاعبين انفتحت على تسجيل أهداف في هذا الشوط الثالث والأخير. 4-2 هي نتيجة الشوط الأول والثاني، و4-2 هي نتيجة الشوط الثالث لوحده. بالتالي اللاعبين حافظوا على لياقتهم حتى النهاية. حاول المنتخب السوري لإضافة هدف جديد، تسويبة قوية لكن بعيدة. كرة لمصلحة المنتخب السوري مجددا، تعاد اللقطة وتعاد المحاولة، وأحمد شطة ربما سيكون صاحب التسديد للمرة الثانية. بالفعل أحمد يصوب بقوة لكن كرة بعيدة. أقل من دقيقتين على النهاية، على نهاية اللقاء اليابان تضمن الانتصار الأول لها في البطولة. سوريا تخسر للمرة الأولى في ظهورها الأول، ولكن لاعبو المنتخب السوري قدموا نتيجة طيبة وأداء طيب. يعني مشاركة أولى للمنتخب السوري التي تنتظره مباراة ثانية ستكون صعبة أيضا أمام إيران، واحدة من الفرق الدائمة المشاركة وواحدة من الفرق دائمة التأهل إلى بطولة كأس العالم كما قلت. إيران إذن وسوريا في المباراة القادمة للمنتخب السوري ستكون يوم غد. يوم غد إذن المباراة القادمة للمنتخب السوري أمام الثاني والنصف، بينما حكم اللقاء يشر بطاقة حمراء للاعب عمر نجار.
إذا عمر نجار سيخرج. طبعا قانون هذه اللعبة تماما مثل قانون كرة اليد في حالة البطاقة الحمراء، ينص على أنه اللاعب الذي تلقى بطاقة حمراء يغادر الملعب بشكل نهائي، لا يعود للدخول مجددا، وفريقه يلعب لمدة دقيقتين منقوص من لاعب. كما نشاهد الآن المنتخب السوري سيتابع المباراة، طبعا بقية أقل من دقيقتين، بالتالي يعني المنتخب السوري سينهي المباراة بثلاث لاعبين وحارس مرمى، لكن لو كان هناك المزيد من الوقت فإنه لاعب رابع سيدخل، لكن بخلاف اللاعب الذي تعرض للبطاقة التي تعرض للطرد وهو عمر نجار في هذه المباراة في هذه الحالة. عموما رمي التماس، المباراة حسمت، ومع الطرد مع الدقائق القليلة المتبقية يعني المنتخب الياباني ربما يضيف أهداف أخرى، وبالفعل ياموتشي ينجح في تسجيل هدف تاسع كما قلت، يعني مع حالة الطرد مع نقص لاعب، ونقص لاعب في هذه الرياضة مؤثر جدا بالمناسبة، يعني ثلاث لاعبين في مواجهة أربعة لاعبين تشكل مشكلة كبيرة حتى على أعلى المستويات، فما بالك يعني هنا في هذه المباراة التي يخوض المنتخب السوري كتجربة أولى وامتحان أول له في البطولة الآسيوية. قلت عموما يعني يجب أن يكون يعني النظر للمباريات القادمة للمشاركات القادمة، لأن المنتخب السوري من خلال هذه المباراة الأولى من خلال أول ظهور له أعتقد أنه ظهور طيب جدا، ولو كانت الخسارة بهذه النتيجة الكبيرة 9-4. كرة المنتخب الياباني في اللحظات الأخيرة، اليابان تسعى الآن للاستفادة من الوضعية الموجودة على أرضية ملعب لطرد عمر نجار وتسجيل أكبر قدر من الأهداف في هذه الثواني الأخيرة المتبقية. المنتخب الياباني يجد المساحة الآن ويجد الثغرات بشكل أكبر بكثير. كرة إلى عمر عقيل، ملعوبة أمامية، استلام، كرة باتجاه سمير فيوض، سمير فيوض ثواني الأخيرة، واليابان إذا سجلت يعني هذا الانتصار ستكون سجلت أول ثلاث نقاط في هذه البطولة. كما قلت يوم غد تلعب سوريا مع إيران، فيما آخر مباراة ستكون اليابان وإيران بعد غد. عمر عقيل سلامات متميز، صاحب أول أهداف منتخبنا في هذا اللقاء وأول أهداف سوريا في بطولة آسيا لكرة القدم الشاطئية تاريخيا، الحارس والكابتن عمر عقيل. يبدو انه الرمال يعني دخلت في العين اليسرى لحارس المرمى لعمر عقيل، سلامات لعمر. والمنتخب الياباني اذا سيحقق اول نقاطه، اول ثلاث نقاط في هذه البطوله، بينما المنتخب السوري يتعرض لاول هزيمه. ثواني قليله متبقيه على نهايه المباراه في وقتها الكامل. طبعا المجموعة الأولى لقائين اليوم الصين والعراق، الكويت وعمان. المجموعة الثانية المجموعة الوحيدة التي سيقام فيها لقاء وحيد، اللقاء الذي نشاهده الآن سوريا واليابان. المجموعة الثالثة لقائين البحرين وأوزبكستان وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة، بينما اللقاءات غد المجموعة الأولى الصين والكويت، المنتخب العماني والمنتخب العراقي، وهنا في هذه المجموعة سوريا وإيران، ونهاية المباراة بفوز ياباني صريح على المنتخب السوري. اليابان حملت اللقب تفوز على سوريا في أول ظهور لسوريا في هذه البطولة بتسعة أهداف لأربعة. أحب الكرام سعدنا بصحبتكم، على أمل اللقاء بكم في مواعيد قادمة، لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء.